أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص عملية تبادل الأسرى. قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني إن الحكومة والحوثيين تبادلوا قوائم الأسرى التي تضم 16,000 اسم، والتي تعد جزءا من الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في مشاورات السويد. رجح كاربوني أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد، متوقعا أن يستغرق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن 10 أيام. وندد حقوقيون بنوايا ميليشيا الحوثي التي تسعى من خلال الاتفاق إلى استبدال المختطفين لديها بأسرى الحرب الذين سقطوا في المعارك. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: فرص نجاح عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، وتداعيات استمرار اختطاف الميليشيا للمواطنين. نبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. وسط تبادل للاتهامات بخرق الهدنة في محافظة الحديدة، تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها لإتمام عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية فابريزيو كاربوني أكد في بيان له أن أمام الأطراف المتنازعة نحو 40 يوماً للتأكد ما إذا كانت القوائم المتفق عليها دقيقة وأن الأشخاص الموجودين محتجزون فعلاً. كاربوني أوضح أن عدد الأسرى الموجودين في القوائم التي تم تبادلها بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي تقدر بنحو 16,000 شخص، مؤكداً أن عملية التبادل تستغرق 10 أيام من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف كاربوني أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد. حقوقيون نددوا بنوايا ميليشيا الحوثي التي تسعى من خلال الاتفاق إلى استبدال المختطفين لديها بأسرى الحرب الذين سقطوا في المعارك. إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية تكثيف الميليشيا من عمليات الاختطاف التي تمارسها بحق المواطنين في المدن الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في محافظة الحديدة التي لا تزال تشهد معارك عنيفة على الرغم من الهدنة المعلنة. يكاد ملف الأسرى هو الملف الوحيد الذي اتفقت خلاله الأطراف في مشاورات السويد بعد أن فشل المتحاورون في التوصل إلى تفاهمات حول ملف تعز ومطار صنعاء والبنك المركزي. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث التي سنناقش فيها البيان الذي أصدره المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني حول عملية تبادل الأسرى. إذا ينضم لنا الآن المحامي عبد الباسط من صنعاء. أرحب بك سيد عبد الباسط. فيما يتعلق بمسألة هذه التبادل في ملف الأسرى الذي يقول كثيرا أنه الملف الأكثر ربما يعني جدية بين الطرفين، برأيك هل سيتحقق هذا التبادل خلال الأيام القليلة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يطمح إليه اليمنيين بشكل عام هو أن يتم نقل الاتفاقية إلى حيز الواقع إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإطلاق جميع مراحل المعتقلين والرفقاء الذين في سجون الأسرى سواء كانت في السعودية أو غيرها. أما بالنسبة لداخل اليمن بأكملها فهم من وجهة نظر حقوقية وإنسانية دولية، فأي أسرى أو معتقل كما نسميهم داخل البلد يسمون معتقلين ولا يسمون أسرى، فالأسرى يكونون ما بين دولة ودولة أخرى. لكننا نعمل إن شاء الله أن ينتقل الاتفاقية إلى حيز الواقع، وأن تسعد وتفرح كل أسرة وكل أم وكل زوجة وابنة بإطلاق سراح معتقلها أو كما يسمونها أسرها. طيب الآن يعني هو الاتفاق هذا كان هذا ما يطمح إليه. نعم، يعني هو في نهاية المطاف الاتفاق حدد أن هناك أسرى، هناك معتقلون ومختطفون ومحتجزون خارج إطار يعني قصرا، لم يحدد فقط الأسرى، تجد إشارة إلى ذلك. اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم حددت عن
أن الطرفين تبادلوا 16,000 اسم بينهم الاثنين، وهناك الآن حاجة لعملية التأكد من أماكن تواجدهم من خلال كل طرف بما لديهم من أسرى ومعتقلين أو معتقلين، وهناك تحديد لفترة زمنية. برأيك هل سيتحقق هذا التبادل خلال هذه الفترة الزمنية؟ أين يمكن أن يكون هناك عرقلة، أو ما هي المشاكل الفنية المتوقعة؟ هي أنه أن المدة تعتبر قصيرة جدا، هي قضية 40 يوما، لأن السجون والمعتقلات ملأ بأبناء اليمن، ولكن أن ينتقلوا كما ذكرت لك إلى مباشرة التنفيذ بمن نعرفهم جميعا، سواء كانوا معتقلين في مأرب أو في تعز أو في صنعاء، إلى ما سهل الأمر الإفراج عنهم وهم الذي نعرفهم شخصيا أو الذي تم توثيق بلاغاتهم لدينا ومن هم معروفين والذين تخيلوا بالمحاكمة، هؤلاء كلهم يعني أخذنا صوت بالنهاية. إذا ما تم إطلاق سراحهم هناك تأتي البشرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومن ثم بالإمكان تمديد الفترة إلى أن يعرف الجميع بقية المخفيين قسريا أين محل أو أين مكان احتجازهم. وكما قلت لك أنه إذا ما بدأت البشارات بإطلاق من نعرفهم جميعا ومن تم توثيق حالاتهم سواء لدى الصليب الأحمر أو هيئة الدفاع عن المعتقلين أو الرابطة أو المنظمة أو البوليس السامي لحقوق الإنسان، هناك تبدأ إن شاء الله تلاشي وتصير شمس الحرية إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب برأيك هل يمكن أن يؤثر؟ يعني ليس شرطا أن يتم إطلاق الجميع خلال هذه الفترة، لأنه هناك مخفيين كثيرا لا يعرف أماكنهم، وكل طرف يتمسك بأنه لا يوجد لديه إلا القليل. لكن إن شاء الله إحنا عرفنا أنه نوايا الطرفين سواء أنصار الله أو الشرعية نوايا صادقة هذه المرة، وبإذن الله سبحانه وتعالى يفرج عن الجميع إن شاء الله وتنتهي هذه المأساة. وهذا ما يأمله الكثيرون بطبيعة الحال من اليمنيين، في يعني خاصة أهالي المعتقلين والمختطفين وأمهات المختطفين، وهناك الكثير من قلوب الأمهات، قلوب الأمهات، قلوب الأطفال، قلوب النساء، الزوجات، الأخوات، الجميع والله أنهم معلقة آمالهم وطموحاتهم على هذه الاتفاقية وعلى هذا التوافق وعلى هذا الإنجاز الكبير الذي وصل إليه اليمنيين بشكل عام. لا ينتظرون حلا من الخارج بقدر ما ينتظرون حلا من ذات أنفسهم، والكل يعني سواء كان أمهات المعتقلين الذين يعتقلون من بيوتهم أو أمهات الذين يعتقلون في المعارك في أي مكان كان. أشكرك إذن محامي عبد الباسط غازي، كنت معنا على الهاتف من صنعاء للحديث عن ملف المختطفين والمعتقلين. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من إسطنبول المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أهلا بك أستاذ ياسين. إذن إلى الآن يبدو أن ملف المعتقلين كما يقال أنه الملف الأكثر يعني مضي في التحقيق من قبل الطرفين. اليوم فابريزيو كربوني يتحدث عن تبادل 16 اسم للمختطفين والمعتقلين والأسرى بين الطرفين، وأن هناك الآن كل طرف يقوم بالتأكد ممن لديه من الأسرى أو المعتقلين بالمقابل لكي يقوم بتحديد هذه القوائم والبدء بالتبادل. إذن 16,000، برأيك هل سيحدث هذا التبادل في الوقت القريب؟ تحية لك ولمشاهديك. طبعا هذا الإجراءات يمكن أن تمضي قدما، لأن هناك مصلحة مشتركة في أن يطلق سراح هذا العدد الكبير من المعتقلين والسجناء، وهناك أولويات مهمة بالنسبة لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من جانب الحكومة والرئيس هادي على وجه الخصوص، الذي أيضا هو شقيق يقبع في سجون ميليشيا الحوثي، والحوثيين أيضا الذين سيستعيدون أكثر من 4,000 أسير حرب، وهؤلاء يمكن أن تستفيد منهم أولا في طمأنة أهاليهم بأنها تهتم بهم، وثانيا على تدويرهم في عمليات عسكرية قادمة. فهناك الصليب الأحمر يبدو أنه وضع كل إمكانياته لإتمام هذه الصفقة، والأمم المتحدة
حريصة على إنجاز صدقة ما في إطار الأزمة اليمنية، خصوصا وأن هناك مشاكل تواجهها في مسألة تطبيق وقف إطلاق النار في ظل هذه الهشاشة التي نراها في الحديدة، وفي ظل العقبة التي تعترض مسألة التهدئة في الحديدة وفي تعز. فإنجاز هذا الملف سيخصب لجريفيث الذي سعى من أجل تحقيق نجاحات مهمة على هذا الصعيد، وهو في نهاية المطاف هذا الملف له أبعاد إنسانية، والجميع يترقب أن ينجح الطرفان في إتمام هذه الصفقة. تصوري وأن الملف الأسرى سوف يمضي قدما، لكن ليست هناك ضمانات في حقيقة الأمر. طيب يعني هناك حديث كان على أن الاتفاق تم في السويد من أجل ضمانة الأمم المتحدة و يعني وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلا هذا الملف كان أساسا يتم النقاش حوله قبل هذه المشاورات، ألا تكفي هذه الضمانات؟ لم يعد البحث هنا عن الضمانات، ضمانات وضعت تحت تصرف الأطراف الآن عندما قابل الصليب الأحمر في بإتمام المهمة وسخر طائراته لإنجاز هذه المهمة، وبالتالي سيتولى حتى المسؤولية السياسية، قصدي المسؤولية الأخلاقية عن إتمام هذه الصفقة بالطريقة التي ترضي الطرفين. لم تعد هذه القضية لم تعد محل نقاش الآن، وإنما البعد العملي لهذا الملف المطلوب اليوم أن يتخذ أو أن يمضي قدما، والمؤشرات حتى هذه اللحظة تقول أن هذا الملف سيتم المضي فيه قدما وفقا للترتيبات المتفق عليها في إجراءات تنفيذ الاتفاق. حتى الآن لا توجد تهديدات، لكن أعود وأقول بأنه لا ضمانات لإتمام هذه الصفقة، خصوصا إذا انهارت يعني أو في حال انهار مثلا اتفاق الحديدة أو ذهب الجميع إلى حرب شاملة. إذا لم يتم التسريع في إنجاز هذا الاتفاق، اعتقد قد يواجه مشاكل مستقبلا، لكن هناك آلية تزمينيه لذلك، اليس كذلك استاذ ياسين؟ يعني هناك نوع من التزمين لمرحله اطلاق هؤلاء الاسرى والمعتقلين لكلا الطرفين، مراحل كمراحل، اليس كذلك؟ نعم، هناك تزمين، واعتقد انه في سنرى ما اذا كان موعد 20 من يناير القادم سيكون الجميع قد انتهوا منها من إجراءات إطلاق سراح الأسرى أم لا. تعرف أن هذا العدد الكبير من الأسرى قد يحتاج إلى الوقت، لكن المهم هو أن يذهب الطرفان باتجاه إتمام هذه الصفقة، والخوف هو أن تؤثر الإخفاقات في ملفات بناء الثقة الأخرى على إتمام هذه الصفقة. إنما لا يوجد لا مشاكل لا من الناحية التقنية التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا من ناحية الإرادة السياسية التي يبدو أنها تؤكد يوما إثر يوم أن الجميع ماض نحو إتمام هذه الصفقة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ ياسين التميمي. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من جنيف، مدير منظمة سام للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. إذن دعنا نبدأ بداية اتفق الطرفان إذن على تبادل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين قسرا. يبدو أن هذا الملف كما يقول كثيرون الأبرز مما يمكن تحقيقه، كيف تراه أنت؟ هل سينفذ؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهديك ولضيفك الكريم الأستاذ ياسين. حقيقة اليوم التوقيع على هذا الملف وإن كان يشكل في ظاهره نوع من الاختراق المهم، لكن لا نستطيع أن نجزم يقينا بأن هذا الملف قد تحلحل بصورة كاملة أو كلية، ما لم نرى هنالك إطلاق للمعتقلين ولم شمل للأسر التي تشتتت سواء بسبب الاعتقالات من قبل جماعة الحوثي أو حتى الاعتقالات الأفراد الذين لم تشملهم هذه الاتفاقية، وأصبح وضعهم غير واضح، وهم المعتقلين في سجون القوات التي تشرف عليها دولة الإمارات في جنوب اليمن. الصليب الأحمر أصدر بيان ويتمنى أنه يطلق أو يكون وسيط ل 16 ألف معتقل موجب القوائم التي تم تبادلها في السويد، لكن منذ البداية كان هنالك تصريحات وتصريحات مضادة تبين أن آلية تنفيذ هذا الملف ستكون شاقة وشائكة وليست بالسهولة
التي ينظر لها الكثيرون منذ البدايات. أعلنت أو تحدث أكثر من شخص من جماعة الحوثي بأن القائمة التي تقدمت بها الحكومة الشرعية تحتوي على جماعة على أفراد يتمون لما سمتهم الجماعة الإرهابية كداعش والقاعدة، وهي محسوبة على الرئيس كما يقولون. ثم صرح وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بأن المعتقلين من المقاتلين الحوثيين في سجون الحكومة الشرعية ما يقارب 1500، بمعنى أننا أمام ما يقارب أكثر من 5500 معتقل لم تحدد الحكومة هل هم أحياء هل هم أموات، ولا جماعة الحوثي أيضا حددت. بمعنى أننا اليوم بعد شهر تقريبا سنرى ردود الطرفين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي عن القوائم المرفوعة بالطرفين، ومن هذا الرد سوف يتبين مقدار الانفراج من عدمه في هذا الملف. طيب دعني أعود إلى الأستاذ ياسين التميمي وأسألك أستاذ ياسين الآن فيما يتعلق بإشارة مارتن جريفيث إلى أن هذا الملف مهم بالنسبة للرئيس عبد الرب منصور هادي، ذلك كانت الإشارة كانت في إحاطته لمجلس الأمن بعد هذه المشاورات. هذا الملف أيضا كان مطرح يعني الحديث حول إجراءات بناء الثقة منذ الكويت سابقا، هل يمكن أن يعطي إشارة يعني إلى أي مدى يمثل إشارة لكلا الطرفين ولليمنيين في حال تنفيذه أن العملية السياسية أن هناك جهدا يمكن أن يبنى عليه في سياق تحقيق سلام بشكل أو بآخر في اليمن؟ دعنا هنا نقر بأن البعد البراجماتي في هذه الصفقة حاضر، يعني هذا الاتفاق لا ينبني على النوايا الحسنة للطرفين اللذين يصران على ما يبدو على استكمال يعني على استكمال العمليات القبة المضي قدما في تحقيق خياراتهم عبر القوة العسكرية. لم يكن هناك ارتباط جذري بين إتمام هذه الصفقة وبين ما سيترتب على جهود المبعوث الأممي من دفع للطرفين باتجاه السلام. هذه الصفقة ستنجز إن أنجزت فلن يكون لها تأثير مباشر أو فوري على تحسين شروط العملية السياسية برمتها، بمعنى أن هذه العملية مفصلة ولها أولوياتها ولها أبعادها البراجماتية، لكن مسألة نوايا الطرفين بالذهاب للسلام عبر الحوار أعتقد أنها لا تزال محل شك. يعني هناك تمسك وتحدث حل خيارة العمل المسلح من جانب الحوثيين ومن جانب السلطة الشرعية التي تعتقد أنها معنية باستعادة سلطاتها وفقا للمرجعيات الثابتة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن. إذا مسألة ربط إيجاد هذه الخطوة بما سيليها من ترتيبات سياسية أعتقد أنه أمر سابق لأوانه، نظرا لعدم توفر النوايا الحسنة، لأنه حتى الآن الجميع غارت في مسألة البث في قضايا لها علاقة ببناء الثقة التي يفترض أن توصل الطرفين إلى القضايا الأساسية وهي قضايا الحل السياسي المتصلة بالانسحاب وتسليم السلاح واختيار حكومة الوفاق الوطني إلى آخره. هذه الأمور لا تزال مؤجلة حتى هذه اللحظة، والناس يعني ذاهبون إلى إتمام إجراءات بناء الثقة التي يذهب جريفيث إلى تحويلها إلى مسار منفصل من خلال حرصه أو على إصدار قرار من مجلس الأمن لحماية اتفاق السويد واتفاق الحديد على وجه الخصوص. أشكرك إذن أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. بالعودة إليك أستاذ توفيق، يعني في نقطة أنت أشرت إليها مسألة عدم معرفة كلا الطرفين منهم أحياء أو يعني أين هم، كثير من الأسماء التي أدرجت هناك كان حديث على أن المنظمات المجتمع المدني تقوم بإعداد تقارير بشكل مستمر حول هؤلاء المختطفين والمعتقلين وربما أيضا الأسرى بشكل أو بآخر، لكن خلال مشاورات السويد شاهدنا نوع من إدراج الأسماء لحظيا، كيف تابعت هذه النقطة خاصة فيما يتعلق بطرف الحكومة الشرعية؟ حقيقة نحن منذ فترة طويلة نادينا إلى أن تكون هنالك هيئة في الحكومة الشرعية متخصصة في ملف المعتقلين بالدرجة الأساسية والآثار التي انعكست عن هذا الاعتقال، بل طالبنا بتشكيل أن يكون هنالك وزيرا، لأن هذه القضية قضية المعتقلين وآثار الاعتقال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى أصبحت تشكل عبء كبير، وبالتالي لابد من وضع لها خطاط وقاعدة بيانات متكاملة.
نحن تعرف يعني ألم يكفي وجود عضو مخصص للمشاورات الأستاذ هادي الهيج؟ كان هو العضو الوفد الحكومي لشؤون الأسرة فيما يتعلق بملف الأسرة. هو في النهاية وفد، تستطيع أن تقول يعني وفد آلي محاور، لكن الأمر الآخر كان ينبغي أن تكون هنالك قاعدة بيانات واضحة من جهة مختصة، وزير حقوق الإنسان أوقع رؤوسنا بأكثر من فترة بأنه يمتلك قاعدة بيانات ب 18,000 ب 20,000 ب 25,000، كان هنالك تصريحات متضاربة. الذي أعتقده حتى هنالك بيانات متضاربة، حتى رابطة أمهات المعتقلين لديها أيضا بيانات يعني بيانات معينة غير التي قدمت. بمعنى أصح، بمعنى أنا أعتقد أن الجانب الحكومي كان مشتت قدر الإمكان، لا أدري ما هي الأسباب، لم يكن هناك جهد منظم. رأينا نداءات أطلقت عبر الفيسبوك، عبر التويتر، للبلاغات إلى آخره، لم تتواصل حتى مع المنظمات التي تقوم بعملية الإحصاء الدوري والشهري وتقوم بإصدار التقارير. وبالتالي نحن حقيقة تابعنا هذا الملف بجزء بنوع من المراقبة، ليس إلا، لأنه في النهاية نحن لسنا طرف سياسي أو طرف مقاوم أو طرف حتى في لجان فنية يمكن أن نقدم خبرة فنية يعني في هذا الأمر. وبالتالي نحن ننتظر الآن هذه النتائج وماذا سيترتب عليها من ملاحظات في الأيام القادمة. حتى رابطة الأمهات المعتقلين للأسف الشديد لم تذهب إلى السويد ولم تكن جزء أصيل من لجنة من اللجان الفنية، وهي لجنة ميدانية متخصصة متابعة، لها أنشطتها ولها تقاريرها ولها حضورها، ومع ذلك لم نرى حتى عضو من قبل من هذه اللجنة أو من هذه الرابطة موجودة في السويد. طيب فيما يتعلق بالحكومة، لأن هناك جهة رسمية الآن، تلك ربما منظمة لها اعتبارها الخاص، لكن الحكومة جهة رسمية يفترض أن تعنى بذلك. ما هي المبررات الممكن وضعها في سياق هذا التضارب، سواء من حيث أعداد يعني الأرقام المعلنة لأعداد الأسرى والمعتقلين، أو عدم وجود تجهيز مسبق لهذا الملف، كما يعني يؤشر أو يوضح ذلك مسألة طلب الأسماء أثناء تواجد الوفد في السويد؟ القضية هنالك لم تكن قضية المعتقلين أخي الكريم أولوية لدى الحكومة الشرعية. هنالك الأمر واضح أنه لم تتشكل هيئة متخصصة بالمعتقلين المتواجدين في سجون الحوثي أو في عموم الجمهورية اليمنية، لأنه في النهاية كلهم يمنيين. الأصل أن هذه الهيئة تتولى، يكون لديها قسم متخصص في عملية التوثيق، الاسم والزمان والمكان والسجن المعتقل فيه والإجراءات وكيف تم اعتقاله، بيانات كاملة بمعنى. وحتى الذين من الطرف الآخر إذا استطاع أن تقوم بهذا الجانب، ويكون لديها قسم متخصص في متابعة آثار هذا الاعتقال على أسرهم، على أطفالهم، على أمهاتهم وأبائهم إلى غير ذلك. وإلى حد اليوم لا يوجد إلى حد هذه اللحظة أو يوجد عضو في لجنة المحافظة، لكن لا توجد هيئة متخصصة. اليوم ملف المعتقلين أصبح أثر من آثار هذه الحرب الكارثية، والتي من المفترض على الأقل في التشكيلة الحكومية الجديدة إما أن تعلم هيئة متخصصة بالمعتقلين أو وزير متخصص في هذا الأمر، لأن الأمر هذا يحتاج إلى جهد كبير للتنظيم، من تم الإفراج عن من المتبقي، مدة اللقاء إلى غير ذلك. هذا الملف سيكون حتى لو آثار إنعكاسية في المستقبل، في أي إذا ذهب الناس إلى عدالة انتقالية حقيقية وقبر ضرر لآثار هذه الحرب في السنوات الماضية. أشكرك إذن أستاذ توفيق الحميدي، مدير منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.